بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الثوم الابيض بقرشه النهارده من 45 ل 50، الاحمر من 55 ل 65. طبعا دي يا جماعه اسعار جمله، والمقروض في الابيض من 70 ل 75، والاحمر من 80 ل 85. الفصوص وصلت ل 100، لكن في الروس اللي هي الشكاره ال 10 كيلو بيقولوا عليها في السوق معامله التصدير دي من 800 ل 900 جنيه. احنا سوقنا الخارجي الحمد لله عدى وبيعدي على خير بالنسبه للثوم، وطبعا احنا برضو كنا يعني اخدين احتياطاتنا من قبل رمضان وبعد رمضان وبعد رمضان، والكميات اللي احنا بنحتاجها دلوقتي من الثوم اللي بالاسعار الغاليه دي يعني مش كميات كبيره. ان شاء الله ما يوصلش الثوم زي السنه اللي فاتت 100 و120 في اخر الموسم. المشكلة كانت طبعا ان كل الناس زرعت بصل بدل الثوم، وعشان كده ادينا شايفين البصل الاحمر والابيض النهارده من 4 ل 7 جنيه. ممكن بس البصل الابيض الاحجام الكبيرة المحلات والمطاعم وصل ل 9 و10 جنيه. الليمون من 15 ل 20 جنيه، برضو يعتبر الليمون منخفض شوية في الأسعار زي الكوسة والخيار والفلفل. الطماطم بقالها فترة كبيرة من 40 ل 80، لكن الحمد لله رب العالمين يعني اجتزنا ايه المرحلة اللي فيها الطماطم العيوب التجارية والسوسة. صحيح درجة الحرارة والعروات الزراعية كتير وداخلة في بعضها، ودرجات الحرارة مخلية الطماطم يعني طرية، وكمان المحطات يعني في العين والصقر و بيانكو، كل المحطات في بدر والعاشر وبرج العرب استكفت من كميات الطماطم، بياخدوا الوقت فراولة أكتر من الطماطم. إن شاء الله برضو ما نوصلش زي السنة اللي فاتت ويعني الطماطم نقف قدام المحطات كتير، وبعدين يعني نرجع بيها يحصل المنظر اللي شفناه السنة اللي فاتت. بإذن الله ما يتكررش المنظر ده، خاصة إن في عروات من الطماطم، عروات نظيفة من دمياط طماطم نازلة ب100 و110، وهنقول لحضراتكم اسامي وانواع العروات الجديده اللي نازله في الطماطم. الكوسه والخيار والفلفل قلنا ان هم منخفضين في الاسعار بقالنا يومين او ثلاثه. النهارده الكوسه من 5 ل 7، في كوسه ب 4 جنيه، الخيار برده فيه ب 3 و4 و5، وخيار الكراتين ب 9 جنيه. البتنجان الرومي من 7 ل 9، البتنجان القديم، والجديد من 11 ل 12 جنيه. الكوسه والخيار والفلفل غير البتنجان يا جماعه، الفلفل يعني يمكن عالي النهارده شويه، في فلفل شطه ب 3 و4 و6، بس مش الاصفر اللي قدامنا ده، وبرده ولا الاوميجا، الاوميجا ب 9 جنيه. طبعا الاصفر ده برده يعني البياع ما بيرضاش ياخده ويحطه قدام الناس بالاشكال دي، الناس عايزه برده الشكل اللي هو الاخضر الفاتح غير الاوميجا الغامق، لكن في شطه من 3 ل 4 ل 6، والفاصوليا من 10 ل 11 جنيه. الباميه ابتدت اسعارها يعني خلاص احنا بعدنا عن موسم البشاير في الباميه، في النهارده باميه ب 30، وفي من الصعيد من 12 ل 17 جنيه. كان في ناس كده عايزه تطلع بالجزر شويه. السوق يا جماعه مش بتاع ناس تطلع وناس تنزل، السوق هو بيحكم وادي الحكم باين. فاكرين مكان البتنجان يعني الشكاره ال 50 كيلو ب 20 و25 جنيه، وقلنا لكم مزارع البط بينزلوا ياخدوا بيعملوه علف. النهارده اي بتنجان، والله انا ما رضيتش اصور يعني شكل بتنجان في السوق عشان الناس ما تزعلش، لكن برضو اقول لكم ان المخدد والابيض من 10 ل 11 جنيه، بفكركم ان العروس ب 10 و12 جنيه، والبتنجان الرومي القديم من 7 ل 9 والجديد من 11 ل 12، الملوخيه النهارده ب 7 جنيه، البصل الجودة العالية من البصل اللي احنا شايفينه قدامنا ده زي ما اقول لكم يعني ب7 جنيه، مفيش حاجة اعلى من 7 جنيه في السوق. مش المفاجأة بقى يعني الكلام اللي هو اللي كنا بنقوله في الفيديوهات اللي قبل كده بفترة كبيرة، البطاطس يا جماعة النهاردة البطاطس الكارة واصلة 11 و11 ونص، والسبونتات اللي قلنا عليها بتختفي من السوق بتظهر النهاردة من 12 ل 13 جنيه. هنتكلم على البطاطس ان شاء الله في فيديوهات جاية. البصل زي ما بقول لكم ادي البصل واسعاره من 6 ل 7 جنيه.